قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عرضا حول هذا المشروع طموح المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، والذي يمثل نظاما تعكف الحكومة حاليا على إعداده من أجل استهداف أمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على حقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وبالتالي الرفع من الوقع الإيجابي لهذه البرامج على عيش هذه الأسر وعلى وضعية هؤلاء الأفراد. يأتي هذا الورش، والذي هو يعني عملية إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، والذي اعتبر فيه أن المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو ما شكل دعما ملكيا ودفعا قوية لمصاري ورش ابتدأ منذ سنة 2014 انطلق هذا المشروع ديال السجل الاجتماعي الموحد. الحمد لله اليوم اكتسب دعما ملكيا قويا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.